ستجدون بطاقة السلامة في جيب مقعدكم، وهي تشير إلى طرق مخارج الطوارئ، أقنعة الأكسجين وسترات النجاة، كما أنها تبين لكم وضعية الانحناء التي يتعين عليكم اللجوء إليها عند سماعكم كلمة بريس بريس. يوجد 8 مخارج للطوارئ، بابان في مؤخرة المقصورة، 4 نوافذ للطوارئ في وسطها، وبابان في مقدمتها. كما سترشدكم الأضواء في أرضية الطائرة إلى أحد هذه المخارج قد يقع خلفكم مباشرة، وفي حال الاضطرار لاستخدام زلاقة النجاة لا قدر الله ذلك، يتعين عليكم ترك جميع أمتعة اليد على متن الطائرة. يمكنكم ربط أحزمة المقاعد، تعديلها وفتحها بهذه الطريقة، كما يتعين إبقاؤها مربوطة بشكل غير محكم أثناء جلوسكم خلال الرحلة، بينما يتعين ربطها بإحكام عندما تكون إشارات أحزمة المقاعد مضاءة. وإذا حدث نقص في تدفق الهواء في المقصورة، سنقوم بتزويدكم بالأكسجين، حيث ستنزل أقنعة مثل هذه من فوق رؤوسكم، وما عليكم سوى البقاء جالسين في مقاعدكم وسحب قناع الأكسجين باتجاهكم، وسيبدأ الأكسجين بالتدفق تلقائياً. يرجى منكم وضع القناع فوق الأنف والفم والتنفس بشكل طبيعي، ويمكن استخدام الشريط المطاطي لربط القناع حول رؤوسكم، كما يمكنكم تعديله. وعليكم أن تتذكروا وضع القناع لأنفسكم أولاً قبل مساعدة الآخرين. تم وضع سترة النجاة في الخزانة الموجودة فوق رؤوسكم، وفي حالات الهبوط الاضطرارية على الماء، وعندما يطلب منكم أفراد طاقة بالخدمة ذلك فقط، يرجى منكم إزالة السترة من كيسها ووضعها حول عنقكم، ثم لفوا الأشرطة حول منطقة الخصر واربطوها بإحكام. ويتعين عليكم عدم نفخ سترة النجاة داخل الطائرة، ويمكنكم نفخها عند الخروج من الطائرة، وذلك بسحب القطعة الحمراء إلى الأسفل، وفي حال عدم انتفاخ السترة أو الأنبوب. وتتضمن السترة ضوءاً للفت الانتباه، ويتعين عليكم أن تتذكروا عدم نفخ سترة النجاة قبل خروجكم من الطائرة. كما تتوفر لدينا أسرة نجاة خاصة بالرضع وسترة نجاة خاصة بالأطفال. يرجى منكم الآن التأكد من ربط أحزمة مقاعدكم بإحكام، وإعادة مقاعدكم إلى الوضع القائم وطي طاولات الطعام. ويتعين عليكم إغلاق الأجهزة الإلكترونية بما فيها الهواتف المتحركة أو ضدها على وضع الطيران الآمن، كما يعد التدخين على متن هذه الطائرة ممنوعا في جميع الأوقات. شكرا لحسن انتباهكم. About to begin the safety demonstration.